السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتي الأعزاء، اليوم نلتقي إن شاء الله تعالى بمحاضرة جديدة من محاضرات التقانة الأحيائية، واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن تقنية الريال تايم بي سي آر. البي سي آر بشكل عام هو عبارة عن أداة لتكثير الدي إن إيه. حضراتكم تعرفون هذه التقنية بشكل جيد جدا. اليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن شيء آخر اللي هو يسموه الريال تايم بي سي آر، واعتقد انه مر على حضراتكم، ولكن مجرد انه للتذكير وللفائده باعتبار انه واحده من التقنيات المهمه جدا في مجال التقانه الاحيائيه. لذلك الطالب لازم لما يتخرج يكون على بينه كافيه جدا من هذا الجهاز، خصوصا واستخداماته في التحليلات المرضيه كثيره جدا. ريال تايم بي سي ار عاده هو عباره عن تقنيه نستخدمها لتكثير الحامض النووي، زين، ونراقب عملية التكثير خلال الدورات المختلفة. بمعنى انه بالconventional PCR، بالPCR الاعتيادي وليس الريال تايم، لما ندخل التيست تيوب احنا ما دع نراقب شنو اللي دع يصير بالتيست تيوب، وانما في نهاية العملية راح نحصل على برودكت ونعرف انه صار عندي دي ان اي او لا، يعني اتكاثر او انبنى جزيئة الدي ان اي بعد ترحيلها على الأجاروس. أما بالريال تايم بي سي آر فإحنا نراقب عملية تكثير الحمض النووي اللي هو الدي إن إيه خلال الوقت، كل دورة نشوف إنه كمية الدي إن إيه اللي أنتج، زين، في كل تيست تيوب، كل التيست تيوبات اللي نخليها بالجهاز راح نراقبها وراح نعرف إنه في كل دورة هل دعين بني برودكت أو ما دعين بني، وبالتالي بنهاية المطاف أني قبل ما ينتهي عمل او الرن مات البي سي ار راح اعرف عن طريق شاشه الكمبيوتر اللي مرتبطه بجهاز الريال تايم بي سي ار هل تكون لبرودكت او لا. وعاده البرودكت مات الريال تايم بي سي ار يكون بشكل بيك، زين، فبالتالي اذا ظهر لي هذا البيك راح اعرف انه مثلا انه الان انا عندي اكسبريشن بالفعل، او انا عندي قطعه الحمض النووي موجودة بالفعل في السامبل، زين، وبالتالي استطيع ان اعرف انه صار عندي تضاعف بالدي ان اي. طيب على سبيل المثال الان عندنا في الكورونا فيروس حاليا اللي احنا دا نعاني من عندها، طرق التشخيص الاساسية لها هي الريال تايم بي سي ار. اللي تصير العملية هي كالتالي: ياخذون الفيروس، بعد ذلك يعزلون من عند الفيروس الحمض النووي الار ان اي، ومثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة إذا كان الحمض النووي RNA فبالتالي لابد من تحويله علما إلى DNA عن طريق كت معين نسميه Reverse Transcriptase اللي هو Reverse Transcription. راح نصنع قطعة DNA مين من الـ RNA ونسميها Complementary DNA cDNA، وبالتالي لما حولنا، طبعا هذا الآن لحد الآن إحنا ما مشتغلين بالريال تايم PCR، نأخذ الفيروس نعزله بالتيست تيوب، بعد ذلك نستخلص من عنده الحمض النووي مالته اللي هو بشكل RNA، ثم بعد ذلك نعامله عن طريق كيت معين يحوي هذا الكيت على انزيم الريفرس ترانسكريبتيز، وبالتالي راح يتحول الـ RNA الى DNA، ثم بعد ذلك طبعا هاي بالتيست تيوب، بعد ذلك اخذ هذا DNA اضيف له البرايمرات الخاصه به، ثم ادخله في جهاز الريال تايم بي سي ار بوجود البوليمريز اكيد، زين، كل ما في الامر. الدي ان اي اللي بنيتها من الار ان اي بالتيست تيوب الان الجهاز راح يضاعف لي اياه. اثناء المضاعفه عندي شاشه كمبيوتر مرتبطه بيها بالبي سي ار اللي هو الريال تايم، زين، وفي كل دوره راح اشوف انه الناتج مالت من مالت البي سي ار برودكت، واقدر احدد اقول انه هل بالفعل دا يصير عندي امبليفيكيشن تضاعف لجزيئه الدي ان اي ام لا. إذا صار عندي تضاعف بجزيئة الدي ان اي بهذه الحالة أنا أقول إنه بالفعل أنا عندي فيروس. ليش؟ لأنه من غير المستحيل إنه يصير عندي تضاعف بالدي ان اي بدون وجود التمبليت اللي أنا أصلا حصلته منين؟ من الار ان اي مع الفيروس. وإلى استخدامات أخرى كثيرة، منها على سبيل المثال معرفة الإكسبريشن مالت الجينات، وعرفنا إنه عملية الإكسبريشن شنو معناها بالمحاضرات السابقة. خلينا نشوف إيش مكتوب بالمحاضرة. Real Time PCR Technology Basics، زين، أساسيات تقنية Real Time PCR. The method of choice for nucleic acid quantification in all areas of molecular biology is Real Time PCR or Quantitative PCR.
التقنية اللي نستخدمها عادة لمعرفة نوعية وتضاعف الحمض النووي هي تقنية الريال تايم بي سي آر، أو نسميه الكيو بي سي آر أو الكوانتيتيف بي سي آر. The methods named derived from the fact that the amplification of DNA by polymerase chain reaction is monitored in real time. خلال الدورات احنا نقدر نشاهد عملية تضاعف الـ DNA في كل دورة من الدورات بشكل دوري مع الوقت. It is a quantitative method، هي عبارة عن تقنية أو طريقة نستطيع فيها أنه نحدد وجود نوعية البرودكت in contrast to conventional PCR، بالمقارنة ويا من ويا PCR العادي اللي دارسي وشايفيه. Meaning that it's enabled to determine the exact amount of amplified DNA in a sample. في كل دورة احنا نقدر نحدد كمية DNA اللي ضاعف بشكل نوعي. Conversely، بشكل مختلف، amplified DNA can only be detected after the amplification had been carried out in conventional PCR. بالنسبة للPCR الاعتيادي احنا ما نعرف انه صار عندي amplification او لا الا بعد ما يخلص الجهاز من رنة التيست تيوب اللي انا خالها، وبعد ما ارحل بالاجاروز واشوف انه صار عندي product او لا. هذا وين؟ هذا بالconventional PCR اللي هو الPCR الاعتيادي. Apart from DNA, RNA can also be used as a template. بالنسبة للconventional PCR أنا لازم دائما أستخدم DNA. بالنسبة للreal time PCR أنا أقدر أستخدم الRNA، ولكن في هذه الحالة لابد أنه أحول الRNA المن إلى cDNA عن طريق reverse transcriptase. In this case, the RNA need to be reverse transcriptase into DNA before it's amplified with the real time PCR مثل ما تكلمنا الآن. There is a term of this combined method. عملية تحويل الـ RNA إلى DNA ومن ثم عملية تضاعف الـ DNA إلها في التسمية هاي الـ combination. شو نسميها؟ نسميها Real-Time Reverse Transcriptase اللي هو الـ QRT-PCR. QRT-PCR زين هو عبارة عن عملية تحويل الـ RNA إلى DNA ومن ثم عملية تضاعف الـ DNA بواسطة الـ Real-Time. How it's work؟ شلون تشتغل؟ PCR is a method where DNA polymerase enzyme amplified a short specific part of the DNA template. بالنسبة للDNA template نسميه عادة بالامبليكون. أخاف يجيك شنو معنى الامبليكون. الامبليكون هو عبارة عن DNA template، يعني الشريط الأصلي اللي يضعف. زين PCR عادة يضعف بمن؟ بتقنية عن طريق استخدام انزيم DNA polymerase. In every cycle، بكل دورة من دورات البي سي ار احنا نعرف انه دورات كل دورة من دورات البي سي ار تتكون من ثلاث خطوات اللي هي الديناتوريشن، زين اللي هو نسخ الدي ان اي عفوا يعني انفتاح الشريطين، ومن ثم الانيلينج اللي هو ارتباط البرايمرات وين بالتمبليت، ومن ثم الاكستنشن اللي هو تضاعف وبناء الشريط المتمم الجديد. In every cycle، كل دورة، the number of short specific section of DNA is doubled leading to an exponential amplification of targets. تمام. NPCR NQPCR بالنسبة لل quantitative PCR أو real time exactly the same procedure happen. نفس العملية تماما تحدث بمن بال conventional PCR but with the two major differences. عندنا اختلافين أساسيين. الأول شنو؟ First, the amplified DNA is fluorescently labeled, and second, the amount of fluorescence released during amplification is directly proportional to the amount of amplified DNA. بمعنى انه اول خطوة من الخطوات الاساسية اللي يختلف بها PCR الاعتيادي عن عفوا الريال تايم PCR عن PCR الاعتيادي هو انه نستخدم عبارة عن صبغة، هذا الصبغة لها فلوريسنس معين زين اللي هي الداي. هاي الداي على سبيل المثال عندنا صبغة نسموها سايبر جرين، هذه الصبغة ترتبط بالدي ان اي المتضاعف. يعني لما يصير عندي عملية تضاعف بالدي ان اي الصبغة الموجودة بالمحلول ترتبط بالدي ان اي، لما يكون ماكو تضاعف الصبغة ما راح ترتبط زين. فأثناء كل خطوة من الخطوات كمية الصبغة اللي موجودة بالتيست تيوب اللي يجري فيها عملية بناء الحمض النووي زين، الصبغه هذه راح ترتبط ويا من؟ ويا الدي ان اي، وبالتالي لما ترتبط هذه الصبغه
في كل دورة من الدورات، يعني في كل دورة راح يصير عندي تضاعف بالدي ان اي بالتيست تيوب. في كل دورة لما يصير عندي تضاعف بالدي ان اي، الصبغة اللي موجودة بالمحلول ترتبط ويا من؟ ويا الدي ان اي اللي تكاثر. في حال اذا ما كان عندي برودكت، يعني اثناء ما صارت الدورة مالتي وما صار عندي بي سي ار برودكت، زين الصبغة ما راح ترتبط. زين يحصل انه لما ترتبط الصبغة بالدي ان اي، جهاز الريال تايم بي سي ار هو نوع من انواع، خلينا نسميه سبكتروفوتوميتر، يعني يقيس، خلينا نقول الامتصاصية، بس هو في الحقيقة هو يقيس الفلوريسنس. زين، فبالتالي اثناء كل دورة من الدورات اللي يحدث شنو؟ انه يقيس لي الضوء الناتج من صبغة الفلوريسنس المرتبطة بالدي ان اي. فاذا صار عندي بي سي ار برودكت بعد كل دورة، تضاعف الدي ان اي، راح ترتبط الصبغة، راح تزداد الفلوريسنس، راح اعرف عن طريق من؟ عن طريق شاشة الكمبيوتر اللي تطلع لي الناتج بشكل بيك معين. زين، فبالتالي العملية proportional، يعني العملية نسبية. زين، to the amount of amplified DNA، لما كل ما يزيد عندي عملية تضاعف في DNA، كل ما يزيد عندي الانتنسيتي مالت الصبغة، اللي هي معناها كثافة الصبغة. Fluorescence is monitored during the whole PCR process، يعني عملية البلورة أو الفلوريسنس، يعني اللي هو الضوء الفلوريسنس، يتم عملية مونيتر، يراقبوا الراقبة خلال كل دورات البي سي آر، اللي هي عبارة عن نحددها 30 إلى 45 سايكل. The higher the initial number of molecule in sample، كل ما كان عدد الجزيئات الدي ان اي المنبنية اللي تم بنائها عفوا، كل ما يكون كمية الدي ان اي اللي استخدمناه بالبداية، يعني التيمبليت، يعني القالب، كل ما تكون تركيزه يكون عالي، كل ما تكون صبغة الفلوريسنس تزداد خلال الوقت. ليش؟ لأنه أنا بالبداية عندي تيمبليت كميته لا بأس بها. زين، خلال الدورات هذا التيمبليت راح يتضاعف، إذا عندي مثلا 10 جزيئات راح يصير 100 جزيئة. زين، وهكذا بالدورة الثانية 100 راح يصير 10,000، بالدورة الثالثة 10,000 راح تصير تريليون تقريبا، أو 100 مليون، وهكذا. زين، خلينا نجي نشوف شنو الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية من الـ real time PCR. بالنسبة للسبيد اللي هو السرعة، الدي ان اي عادة هنا الريال تايم PCR من مميزاته الأساسية إنه يكثر لي الدي ان اي بشكل سريع جدا بعد، ويختصر لي الوقت، بدال ما اني انتظر على ما يخلص الجهاز واخذ الدي ان اي سامبل وارحله بالاجاروز واصبغ الاجاروز بإثيديوم برومايد واروح اشوفه بمن بجهاز، هذه العمليه كلها تاخذ وقت. طبعا عمليه الران اللي هو بالبدايه الود السامبلات، خصوصا اذا كانت سامبلات كثيره، خلينا نفرض انه 96 سامبل عندي. زين، هذه العملية جدا معقدة وتأخذ وقت كثير جدا. الريال تايم بي سي آر مباشرة تطلع النتيجة على شاشة الكمبيوتر وأخلص من المشاكل. بعد، amplified DNA is being detected at the same time as the PCR reaction is taking place. taking place، لترجم هالكلمة كل واحدة على منفردة، taking place معناها هذا phrase. زين، شلون لما نقول carry on؟ carry on معناها ينفذ، taking place يعني تحدث. زين، الدي ان اي هنا عندنا يتم تشخيصه بالريال تايم بي سي ار اثناء حدوثه، اثناء كل دوره، انه انا اشوف انه عندي تضاعف يصير او لا. So there is no need for a separate detection after، ماكو داعي لخطوات تشخيصيه بعد انتهاء العمليه مثل ما احنا نسويه بالكونفنشنال بي سي ار، as is this case in the conventional، مثل ما احنا نلاحظ بالconventional PCR لما نسوي run للPCR product على اليمن على الأجاروز. زين، بعد الثروبوت معناها انه الناتج ماتي شنو بالQPCR، مثل ما قلنا انه عملية البروسيسنج لعينات كثيرة جدا، زين، في وقت قصير جدا، وبالتالي هذا ايضا مفيد، هما تختصر لي وقت وهما انه الكميه الناتجه كبيره جدا. السنسيتيفيتي، البي سي ار الريال تايم بي سي ار عاده احنا السنسيتيفيتي اللي نقصد بها، بعض الاحيان انا حتى الود الدي ان اي على الاجاروز بطريقه الكونفنشنال
لازم الوت كميه ربما يعني ليست بقليله، لازم عندي تركيز معين يلا اقدر انا اشوف الدي ان اي باند. اذا لودت كميه قليله على الاجاروز زين راح يطلع لي الباند جدا خفيف، ربما اشوفه ربما ما اشوفه، فاحتاج الوت كميه كبيره. بينما بالريال تايم بي سي ار الكميه القليله جدا انا اقدر اشوفها، اي تغير يصير عندي انا اقدر الاحظه، فبالتالي الريال تايم بي سي ار جدا سنسيتيف. بعد سنجل بيج زين، خلينا نجي من الديس ادفانتج. بالنسبه للديس ادفانتج اول شيء كوست اوف اكويبمنت، لكونه احنا نستخدم يسموها اوبتيكال كومبوننت. الاوبتيكال كومبوننت اللي هي يعني الاوبتيكال الضوئي التصويري زين، الكومبوننت التصويريه يعني معنى انه تعرفون انتم هذه شلون كانه عمليه معاينه الصبغه خلال الوقت زين، تحتاج الى اجهزه حساسه لمراقبه الفلوريسنس زين اللي الناتج. فبالتالي بكل دوره طبعا تتميز هذه الكوست مالته معنى التكلفه مالت هذه الاجهزه او تكلفه يعني الاجهزه المكونه لجهاز الريال تايم بي سي ار هي جدا جدا غاليه مقارنه بالريال تايم بي سي ار، وبالتالي هذا الاكسبنسيف طبعا هذه مشكله، لانه اذا عندي خرب جهاز الريال تايم بي سي ار وعندي واحد فقط او جهازين بالمختبر راح يصير عندي مشكله جدا كبيره تواجهني فيما يخص التكلفه الماديه. بعد كوست اوف كيميكالز اند كونسيومبلز، بالنسبه للمواد الكيميائيه اللي انا استخدمها ويا الريال تايم بي سي ار، اضف الى ذلك المواد الديسبوزابل اللي انا مثلا تيست تيوبات تبات الى اخره، هذه كلها ايضا تكلفتها جدا عاليه. الكيو بي سي ار is a very sensitive method, therefore precise composition and high quality of the reaction mixture is extremely important. يعني لكونه جدا حساس لذلك المواد اللي اتعامل وياها لازم اتعامل وياها بحذر. هذه المواد اللي انا طبعا اشتريها هي مواد جدا غاليه، يعني على سبيل المثال انه حتى التبات اللي استخدمها بالبايبيت هي تبات خاصة أخاف عليها من التلوث، لازم أعقميها بدرجة كبيرة جدا. أي نوع من أنواع التلوث، طبعا اللي أقصد بالتلوث هنا إحنا لما نحكي بالموليكولار ونقول تلوث ما نقصد بالتلوث هو التلوث بكتيري أو فطري، وإنما التلوث بجزيئة الـ RNA أو جزيئة الـ DNA، لأنه هذه جزيئات الـ RNA والـ DNA أيضا موجودة بمحيطنا، موجوده مثلا الار ان ايز اللي هو عباره عن انزيم يحطم لي جزيئه ار ان اي موجود في جلدنا وفي جسمنا زين، الفيج اللي هو متواجد بالجو زين، هذه كلها راح تسبب لي مشاكل كبيره جدا اذا صار عندي كونتامينيشن وياها، وبالتالي حتى اتخلص من هذه الكونتامينيشن احتاج الى معدات تكون جدا غاليه زين. ولذلك شو يستخدمون يسموه ريدي تو يوز رياكشن ميكستشر، يعني شنو معناها؟ يعني عبارة عن مواد متفاعلة ready to use، معنى انه جاهزة للاستخدام، مو اني اجي واخبط وكذا شيوها. يعني على سبيل المثال بالبي سي ار الاعتيادي سابقا لما كنا نجيب التيست تيوب كنا نجيب مثلا الدي تي ان بي نضيفه ونضيف بورا البوليماريز ونضيف بورا البفر ونضيف بعدين البرايمرات ونضيف الدي ان اي، هذه كلها عمليات خطوات تحتاج الى وقت تحتاج الى جهد تحتاج الى معدات اخرى. الان ايش سووا؟ الشركه تطورت سوت شيء اسمه ماستر ميكس. الماستر ميكس عباره عن سوليوشن، هذا السوليوشن بكل المكونات اللي انا اريدها، فبالتالي لما اريد اجي اضيف هذه المكونات بالتيست تيوب مالتي اضيفها مره واحده زين، بدل ما كل ساعه ابدل التيب واخذ من محلول، وقد يعني تصور انت عندك 96 سامبل، كل سامبل كون نضيف له كل سامبل بالتيست وبكل تيست تيوب، يعني 96 تيست تيوب، وبكل تيست تيوب اللي هي الابيتروف تيوب كون انا اضيف خمس ست اضافات، فهذه الاضافات تتم عن طريق البايبيت، كل مره ابدل التبه، هذا كله يحتاج لوقت ويحتاج لموارد ماليه. Because of the sensitive detection method, a specific set of plasticware is required. يعني المعدات البلاستيكيه الخاصه، يعني على سبيل المثال الابندروف تيوبس مالت الريال تايم بي سي ار تختلف عن الابندروف تيوبس مالت من مالت البي سي ار الاعتيادي. وبالتالي هذه شنو specific set، مجموعة خاصة من هاي المواد البلاستيكية نحتاجها. loading time، لكونه البي سي ار الاعتيادي
Loading qPCR sample into plastic is usually a much more precise and tedious process when compared to conventional PCR, mainly due to the higher number of reagents and sample being used, and the methods extremely sensitive. طبعا احنا نحتاج اكثر من عمليه واكثر من خطوه، على الرغم من انه سووا هم معدات او محاليل جاهزه للاستخدام، الا انه مع ذلك انا احتاج خطوات كثيره واحتاج اضافه محاليل كثيره، وبالتالي هذا اللودنج تايم، عمليه تلويد هذه اللودنج معناه انه يعني نقل السوليوشن الى التيست تيوب اللي هو نقل برايمرات، نقل زين انزيمات وهكذا. هذه كلها تحتاج وقت تايم زين، وبالتالي هذه واحدة من السلبيات الكبيرة بالريال تايم. بعد inhibition of PCR reaction، عملية تثبيط التفاعل. بعض الأحيان أنت تلوث كل العينة مالتك وتخليها بالسامبل وتدخلها بجهاز بي سي آر وما يطلع لك برودكت وما يصير عندك تضاعف. شنو السبب؟ السبب أنه بعض الأحيان أثناء عملية تنقية الحمض النووي يصير عندي مشاكل، وهذه المشاكل سببها انه تلوث قد يكون معين. خلينا نشوف ايش مكتوب. Due to the complex nature of biological samples، العينات البيولوجيه طبيعتها تكون معقده جدا، العينه البيولوجيه تكون معقده جدا زين، مثلا الدي ان اي فيروس على الدي ان اي انسان او دي ان اي حيوان او دي ان اي بكتيريا، عمليه العزل وعمليه عمليه يعني عزل الـ DNA من هذه الظروف المختلفة، هذه كل محيط هو خاص بنفسه، بمعنى أنه بالتالي راح تتكون لي جزيئات مختلفة، تركيب كيميائي مختلف إلى آخره. فهذا الشيء يسموه inhibition of PCR. شو اللي يصير؟ اللي يصير هو أنه أثناء عملية الـ process, purification process during isolation of nucleic acid may leave traces or various substances in isolated samples. PCR reactions are sometimes inhibited by these substances. They are called inhibitors of PCR reaction. DNA polymerase is susceptible to certain components that inhibit its activity. This can complicate the quantification process. بعض الأحيان أثناء عملية عزل DNA اللي يصير شنو؟ إنه أثناء عملية العزل يصير عندي تلوث من العينة نفسها. مثلا مو بس الدي ان اي ينعزل، ينعزل ويا مثلا بروتين معين موجود بالخليه، بالتالي وجود هذا البروتين بالسامبل مالتي مع الدي ان اي اللي انا عزلته زين، اضف الى المكونات الاخرى اللي انا ضفتها من اجل انه تصير عمليه تضاعف، اللي هي النيوكليوتيدات، اللي هي الصبغه، اللي هي البوليمريز، اللي هي مثلا البفرات اللي انا استخدمها، هذه كلها أضف إلى وجود الدي ان اي اللي أنا عزلته أو اللي أنا بنيته من الار ان اي. قد بعض الأحيان بالعينة مالتي يصير أكو تلوث من الأصل الخلية، يعني أنا دعا أعزل مثلا من الخلية دي ان اي زين، حتى شنو؟ حتى أدخله بي سي ار، بأثناء الخطوات مالتي عزلت بطرق صحيحة وكلها إلى آخره، ولكن صار عندي تلوث من العينة مالتي زين، تلوثت الدي ان اي ببروتين معين، هذا البروتين وجوده راح يثبط لي ربما البي سي ار، على الرغم من انه تريس اماونت، تريسز معناها شنو؟ معناها كميه جدا قليله شبه منعدمه، الا انه مع ذلك قد ثبط لي التفاعل كله. هذه تعد سلبيه ايضا من سلبيات الريال تايم بي سي ار. داتا اناليسز، الداتا اناليسز لما تطلع لي هاي الفقرات اللي انا بعد عمليه رنه الريال تايم او اثناء العمليه، حتى اني اعادلها، حتى اني اسوي لها اناليسز تحليل لهذه الداتا، عمليه جدا معقده حقيقه مقارنه بالكونفنشنال بي سي ار، انه فقط مجرد انه ارن العينه على الجل واحس اشوف بعيني انه هل صار عندي بروتكت او لا. زين، وين نستخدم الكيو بي سي ار؟ The most evidence is that the use of qPCR in molecular diagnosis. احنا نستخدم qPCR بشكل اساسي وين؟ في عملية التشخيص. نشوف هذا البني ادم صار بي كوفيد 19 لو لا، اذا صار بي او لا شلون نعرف؟ عن طريق الريال تايم بي سي ار. اذا واحدة من الامور الاساسية بالريال تايم بي سي ار هو شنو؟ هو التشخيص. It is slowly replacing conventional method. هذه الطريقة استبدلنا بها التشخيص البطيء جدا باستخدام تقنية الـ conventional PCR. It is used to detect، نستخدمها عادة لتشخيص identify and quantify microorganisms that can cause disease such as bacteria, virus, fungi.
اقول والله هذا الانسان انصاب بالكوفيد 19. لما انصاب بالكوفيد 19 اول شيء قلت انصاب لو ما انصاب بعد، ثاني شيء اقول انه هذا انصاب مثلا بالكوفيد 19 مو بغير فيروس مو بانفلونزا. اذا اول شيء اني شخصت، ثاني شيء حددت نوع الفيروس مثلا، مثلا هذا الفيروس اللي صابه صابه الطافر الجديد اللي طلع الكوفيد 19 هذا الجديد مو ذاك القديم، فانا حددته بالبدايه زين. بعد واقول والله هذا اللود مات السامبل مات الفيروس اللي تعرض له كميته كبيره، شلون اعرف؟ عن طريق البرودكت. اذا كان عندي البيك كبير جدا زين، راح اقول انه اللودنج اللي حصلها ربما كبير، يعني اللودنج انفكشن، يعني اثناء عمليه اصابه اقول هذا والله تعرض الى كميه فيروس كبيره جدا زين، واحد عطس بوجهه وكل الفيروسات طبت بجسمه، فبالتالي اقول شنو صار عنده لود. اذا هنا شنو فائده انه ايدنتيفاي كوانتيفاي ايضا ديتكت. كيو بي سي ار مانوال ليبر از ريدوسد اند لونج ذات ذا كونسرن اوفر كونتامينيشن اند ايرورس ريزلتس. باستخدام هذه التقنيه انا اقدر اقلل مشاكل التلوث ومشاكل الخطا الى اخره. ات از اولسو allows for large amount of sample to be processed in less time. مثل ما قلنا انه بعض الاجهزة 384 sample او reaction انا اقدر اسويها الرن خلال ساعة واحدة، او حتى توصل بعض الاجهزة المعقدة 1536 sample انا اقدر، يعني 1500 انسان اقدر اسوي لهم رن واحدة. And has thus then proven to be irreplaceable method in diagnosis laboratories. زين، هي التقنية لا يمكن الاستغناء عنها في المجالات المختبرية. It has also to be noted that the method detect only the presence of DNA or RNA of a microorganisms and doesn't report its viability. ها هنا بعض الأحيان شنو نقول؟ نقول والله هذه التقنية فقط الشخص لأنه أكو سامبل DNA أو RNA أو لا، بس مو معناها انه الشخص لي انه بالفعل اكو كائن مسبب للمرض. يعني على سبيل المثال اكو هواي تقارير اشارت انه الريال تايم بي سي ار طريقه التشخيص هي ليست طريقه اساسيه لمعرفه انه الانسان بالفعل مصاب وما زال الفيروس في جسمه اللي هو الكوفيد 19. لا، بعض الاحيان انه الانسان يصاب بالكوفيد 19. عفوا دقيقه واحده. بعض الأحيان إنه أقول إنه هذا الكوفيد 19 يصيب الإنسان ويموت مثلاً في داخل الإنسان. لما أجي أنا أشخصه بالبي سي آر الاعتيادي ألاحظ إنه بالفعل أكو مادة دي إن إيه موجودة أو آر إن إيه موجودة في جسم الإنسان، بس هذا مو معناه إنه الفيروس ما زال موجود، وإنما بقايا الفيروس مادة وراثية ما زالت موجودة. الريال تايم بي سي آر طلع لي نتيجة، بس مو معناه إنه هو بالفعل عدى الفيروس موجود بداخله. بالمقارنة conventional microbiology techniques are sometimes still required alongside qPCR. احنا ما زلنا نحتاج conventional PCR، مو معناها انه احنا ما نستخدمه، لا ابدا نستخدمه زين، نستخدمه في الهندسة الوراثية، نستخدمه بالجينوتايبنج، نستخدمه حتى بالسنبات اللي هي معرفة الطفرات اللي تصير، اللي هو مثلا تي انقلبت الى جي، اي انقلبت الى سي. فبالتالي انه الكونفنشنال بي سي ار ايضا مهم وايضا نستخدمه. طيب بالنسبه للكونفنشنال بي سي ار، شنو هو الكونفنشنال بي سي ار؟ الكونفنشنال بي سي ار عاده نسوي عباره عن كومبينيشن مات سايكلز. الاولى هو شنو؟ هو انه نستخدم ثيرموستابل دي ان اي بوليمرز زين. شو نسوي؟ اول شيء نصمم برايمرات، طبعا هذا حديث علمي عن الكونفنشنال بي سي ار. نصمم برايمرات معينه، بعد ذلك اللي هو الفورورد برايمر وريفرس برايمر زين. وبعد ذلك لما نصمم البرايمرات نستخدم الدي ان اي بوليمريز زين، وبالتالي راح نكثر المنطقه اللي صممنا لها البرايمرات زين. يعني على سبيل المثال انه انا عندي منطقه بها ألف قاعدة نيتروجين، أسميها برايمر فورورد، برايمر ريفرس، مو إلا على الألف، ربما على نصف الكمية، يعني ربما على ال 500 بيس بير اللي صايرة بالنصف، وين أنا خليت البرايمرات صممتهم راح أقدر أكثر الـ DNA، هذا وين؟ بالثيرموستير.
التمبرتشر سايكلينج. التمبرتشر سايكلينج عادة نستخدم احنا ثلاث امور اساسية اللي هي الديناتوريشن، الانيلينج والاكستنشن. In the beginning cycle the DNA is heated up to 95 سيليزي حتى يصير عملية denaturation. بعد ذلك عدي single strand DNA راح أحصل عليه، ثم بعد ذلك مين طبعا ندي double strand DNA. In other words the DNA become exposed to the DNA polymerase، راح يصير عدي شريط ال DNA المفرد معرض المن لل DNA polymerase. But the DNA polymerase require double strand DNA where it can start adding nucleotide to the template DNA strand. زين الدي ان اي بوليمريز يحتاج انه اكو بادئ بالبدايه برايمر حتى يجي ويضيف النيوكليوتيدات، لابد من وجود برايمر بالبدايه. زين وبالتالي انا استخدم ذا تمبرتشر از داون. طبعا لما اجتي صار الديناتوريشن بعد ذلك صار عندي برايمر انيلينج، يعني البرايمر ارتبط. طبعا الديناتوريشن 95 الانيلينج 70 فانخفضت درجه الحراره. زين ثم بعد ذلك يبدا الاكستنشن. الاكستنشن يجي البوليمريز ويضيف القواعد النيتروجينيه، وين ما يلقى ادينين يضيف لها ثيمين، وين ما يلقى جوانين يضيف لها سيتوسين، والعكس بالعكس. زين ويعني اقصد سيتوسين جوانين ثيمين ادينين، ويبدا يبني لي الشريط الثاني. زين now DNA polymerase can start following the complementary، راح تصير عملية الاكستنشن وراح ينبني عندي كل اللي يصير. زين the DNA polymerase replicate the short section of DNA until it's run out of template، كله راح يرن. fill all the gaps، شكو اكو مكان فارغ ما تبلي. this is referred to as one cycle of PCR، هذه العملية denaturation annealing extension هي عبارة عن cycle واحدة. the process is then repeat up to 30 to 45 times again، يعني انا عندي 35 الى 40 دوره كل ساعه يعيد denaturation annealing extension. زين وبالتالي راح يتكاثر عندي، بكل دوره راح يكون عندي ضعف 2-fold. الشريط الواحد يصير شريطين، بالدوره الثانيه الشريطين يصيرون اربعه، الدوره الثالثه الاربعه يصيرون 16. زين وهكذا. The only thing that is modified during the cycle is temperature، كل اللي يصير انه بالسايكلات انه temperature هي اللي تتغير. عندي denaturation 95، annealing 70s، extension 50s يعني 50 سيليوزي وهكذا. زين ازود اقلل الوقت راح ياثر لي على العمليه. هذه العمليه جدا بسيطه، صحيح جدا جدا هي بسيطه. زين البي سي ار نسميه ايضا ثيرمال سايكلر، بمعنى انه او بي سي ار سايكلرز، زين معنى انه الدورات. احنا انتهت محاضرتنا، محاضره جدا بسيطه، واذا كان هناك اي سؤال فيل فري تو اسك.